يعني تعال نشوف بقى ارقام سافيو في 2022، لان دي مهمه جدا معانا. لو بصينا على ارقام سافيو في 2022 هتلاقي لعب 29 مباراه، احرز 16 هدف وصنع 5 اهداف. يعني في 29 مباراه ساهم في 21 هدف، وده رقم جيد جدا يكاد يصل للممتاز. فكره انك تبقى لاعب رقم 10 او كمهاجم وعندك هذا القدر من الفاعليه، ده شيء مهم جدا جدا جدا. الميزه اللي ممكن يضيفها كمان برونو سافيو على النادي الاهلي او على الكره في مصر ان هو قطعيه مختلفه. احنا اشرف بن شرقي كان ابرز قيمه فيه ان هو قطعيه مختلفه عن الجناح المصري. الجناح المصري اللي هو دايما عايز ياخد الخط ويروح يلعب كروس اوفر او يخش جوه ال 18، تحس ان الجناح المصري متخشب شويه يعني ستريت كده. اشرف لا، اشرف كان لعيب حريف، كان الزمالك ممكن يقف عليه على الكوره ويهولد اللعب ويعدي من واحد واثنين وثلاثة، كان واحد من ابرز العامل. عشان كده برضو كينو كان قطعيه مختلفه، فكان لعيب حريف. سافيو انا بشوف ان هو برونو سافيو بشوف ان هو هيبقى امتداد للحته دي، الجناح اللي واحد على واحد بيعدي، الجناح اللي عنده الفلكسبيليتي دي، بالاضافه لاهدافه. لان حتى لو كمان لو رحنا للنسبه او البرسنتج او المتوسط بتاع برونو سافيو لكل مباراه، وده مهم جدا جدا يا جماعه عشان تحدد قيمه اللاعب، المتوسط بتاعه مش المبهر بس مش وحش ابدا. يعني بيصنع فرصه كل مباراه، معدل 1.1 في كل مباراه صناعه فرص، بيسدد 3 تسديدات في كل مباراه، بيحاول على المرمى 3 مرات في كل مباراه، قوي جدا بدنيا، وبيخش في 12 التحام ثنائي في كل مباراه، نسبه فوزه 41% 42%، يعني ما يقرب من نص الالتحامات دي يكسبها، وده جزء مهم جدا. ليه؟ عشان اللعيب الحريف اللي هو بيبقى بتعتمد عليه في تحويل الهجمه او البروجريسنج بتاع الهجمه، تطوير الهجمه من التحضير للتهديد او من الهجمه بدايه الهجمه لانهاء الهجمه، لو بيخسر الكره كتير فانت كل هجمه ليك بتتحول لهجمه عليك. فانت هتلاقي في لعيبه كتير قوي حريفه قدراتها على الفوز بالالتحامات الثنائيه قليله، فبالتالي انتاجها اضعف. فلما يبقى عندك لعيب، طبعا هو الرقم برضو عشان الرقم مش مبهر، يعني مش من ال 12 بياخد 10، بس هو من ال 12 بياخد 5 أو 6، فانت في 6 التحامات ثنائيه في كل مباراه الراجل ده بيكسبها، نسبه الافريج بتاعه بيكسب 41% من 12 التحام ثنائي. الرقم الثاني بالنسبه لي والكويس جدا واللي الاهلي هيحتاجه في برونو سافيو وهو المراوغات. الراجل بيعمل 3.1 مراوغه في كل مباراه، 3.1 مراوغه في كل مباراه. عشان تعرف قيمه الرقم ده اعرف ان الاهلي، كل فريق الاهلي بيعمل السنه اللي فاتت كان بيعمل متوسط 14 ل 15 مراوغه في المباراه. انا مش بقولك السليم، انا بقولك المحاولات، محاوله المراوغات. فواحد زي برونو سافيو هو بيعادل 20% من مراوغات الاهلي السنه اللي فاتت، هو لوحده في المباراه الواحده الاهلي كان بيعمل 15 مراوغه، هو بيعمل 3.1 مراوغه في كل مباراه. فبالتالي لعيب مراوغ ولعيب عنده حاجه مش عند الفريق، والفريق محتاجها بشكل كبير في الفتره اللي جاي. فبالتالي احنا بنتكلم في صفقه واضح ان هو تم دراستها بشكل كويس. عشان برضو نحط النقط على الحروف، يوفق او لم يوفق دي بتاعت ربنا، يبقى قد فانيلة الاهلي مش قد فانيلة الاهلي دي في علم الغيب. هيتأقلم مع الكرة المصرية ومش هيتأقلم مع الكرة المصرية دي حاجة ما ندراش عنها حاجة، عشان بس محدش يعني كده يقول انت قلته ولعيب وطلعته خالص. احنا بنرصد ماذا قدم هذا اللاعب خلال الفترة الأخيرة، وإيه أو إيه هي أهم مميزاته.